وليكم صاحب الفضيلة. على السائل يقول: ما حكم قضاء صلاة الليل في حالة إذا لم أستطع قيام الليل بسبب النوم من التعب أو بسبب الدورة الشهرية؟ إذا كان من عادته أنه يقوم الليل ولكن عرض له ما منعه من قيام الليل كالدورة الشهرية بالنسبة للمرأة أو السفر بالنسبة للمسافر أو المرض أو النوم دائما وهو يريد القيام لكن غلبه النوم، فهذا لا يكتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما كما جاء في الحديث، يكتب له ما نوى إذا تركه لعارض منعه من ذلك، يكتب له ما نوى.